السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الحاجات المفيدة في نفس وركس هو إن أنا أقدر أعمل فيديو بسهولة جدا. على سبيل المثال هاجي في الأنيميشن وأقول له ريكورد، هيبدأ يسجل أي حركة أنا بعملها بالشكل دوت. ممكن أقول له مثلا بالشكل دوت كأن بلف حول المبنى. لو أنا عايزه يلف لف أكبر او يعني يعمل زوم للمبنى، ما اعملش سيلكت على جزء معين ويبدأ هو يسجل لحد ما اخلص واقفل الريكورد. كل الحركات اللي احنا عملناها اتسجلت موجودة اهيت. نقدر نقف هنا واقول له انا عايز ابدأ اشوف الفيديو، اظهر معايا بالشكل دوت. تقدر في أي وقت توقف الفيديو، تقدر تيجي على أي فريم معين وتدوس رايت كليك وتسيف الفيديو دوت، أو تضيف أنيميشن أو تعمل إيديت. تمام، إيديت بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا بعدل البوزيشن بتاع اللقطة، يعني المكان اللي هو الكاميرا واقفة فيه. يعني مثلا بدل ما ده 2 مثلا أخليه 50، وبدل مثلا ما ده سالب هخليه بالموجب. تمام، بعدل المكان اللي أنا واقف فيه وبعدل المكان اللي الكاميرا بتبص عليه. تمام، لوك ات هتبص على اني زاويه معينه. الفيرتيكال فيلد اوف فيو 45 تقدر تغيرها، الهوريزونتال فيلد اوف فيو، السرعه بتاعت اللقطه ديت كم ملي في الثانيه، كم متر في الثانيه. يعني هنا بنشوف السرعه بتاعت اللقطه دي، ممكن تسرعها تبطئها. تمام، هقول له دلوقتي ايه، اوكي. تمام، تلاقي اللقطه اتعدلت. ممكن تيجي برضو تعدل انت مانوال، وتيجي على اللقطة اللي انت عدلت فيها تيجي على دي مثلا تقول له ابديت فيعدلها. ترانسفورم يشوف النقلة في الاكس والواي والزد هتبقى قد ايه. كل الحاجات دي على اساس ان انا اخد افضل لقطات بالشكل ده. شايف كل فريم فيهم بيبقى حركة بسيطة. تمام، وقت دي بيروح واقف ثواني كده، بحس ان انا مثلا عايز اقف عند المشهد ده قبل ما اتنقل لمشهد اخر. ممكن تيجي هنا على الفيديو، على الفيديو الأساسي إيديت، وتعدل في هياخد كام ثانية. يعني ده مثلا هياخد 38 ثانية، ممكن تقول مثلا لأ ده أنا عايز أسرع من كده أخليها مثلا 20 ثانية مثلا. ودي السموث، يعني النعومة نفسها، هل أنت عايز يبقى فيه نعومة ولا لأ؟ الأفضل طبعا يكون فيه نعومة في الحركة. طيب بعد ما عملت الفيديو دوت تقدر تعمل له ريندر في الكلاود، او تعمل تو ديسك ريندر. ريندر ان كلاود هيرفع الفيديو دوت، بس لازم تكون انت ليك حساب على اوتو ديسك، يرفع الفيديو ده على اوتو ديسك وتقدر تعمل ريندر على اي 360. بتدخل الكرنت فيو، بتدخل يعني هل انت عايز تعمل ريندر 3 دي اني فيو، عايز صورة ثابتة ولا صورة بانوراما ولا صورة ستيريو بانوراما ولا الريندر كواليتي ستاندرد ولا فاينل. يعني ممكن تكون انت لسه بتجرب الحاجة فتعملها ستاندرد، ولما تخلص تقول له فاينل، لأن الفاينل هياخد وقت أطول. حجم الصورة اللي انت عايزها، كل ما بكبر حجم الصورة كل ما ياخد وقت أكبر على ما يعمل الريندر. تمام، هو بيقولك انت ليك كم مرة تعمل الريندر دوت. عايزها صورة بي ان جي ولا جي بي جي ولا تي اي اف اف، فانت بتبدأ تشوف الريندر ده انت عايز تعمله ازاي. الاوتبوت خليها بدل ما صورة خليها بانوراما، هتلاقي الاعدادات اختلفت. تمام، بقى يتكلم مثلا في الاكسبوزر الويتس عبارة قد ايه. تقدر تقول له ستارت ريندر، وممكن تقول له ايميل مي وين كومبليت. لما يخلص خالص يبدأ يعمل لك ايميل يقول لك احنا خلاص خلصناها، عمل الريندر. هو دلوقتي هياخد الفيديو ده يرفعه على الكلاود، وبعد كده يبعت لك ايميل ان هو عمل الريندر دوت. طيب احنا كنسلت الامر دوت، ريت ريست تبدأ تشوف انت عايز تعمل رندر بأنهي جودة، بحيث ان هو يعمل لك الرندر على الجهاز بتاعك.
او زي ما شايف بيبدأ يعمل الرندر، بياخد طبعا وقت على ما يظبط لك الصورة. تقدر توقف الرندر او توقفه مؤقت